يا شكرا مصطفى من ساحة التحرير. أبو مصطفى، هل من جديد في ساحة التحرير في هذه الساعات؟ نعم أبو مصطفى، فقط أعذرني على المقاطعة قليلا، يعني ننوه للسادة المشاهدين، يبدو أن هذه صور جديدة للاعتداء على صور للاعتداء على الصحفيين، قبل قليل عرضناها طبعا. نعم تفضل أبو مصطفى. قبل نص ساعة طلبوا من كل الصحفيين مغادرة المكان. نعم. والآن ايش في جو قوات حركة الشعب والقوات الأمنية على المواطنين في ساحة التحرير. تعرضوا المواطنين للضرب الآن ساحة التحرير من قبل قوات الأمن والمساعدين. الحد المهم الاعتداء على النسوة وعلى الأطفال وعلى كل الموجودين في الساحة. طيب يعني بالمناسبة أبو مصطفى فقط للتنويه، أنت ومن يتواجد في ساحة التحرير جميعكم صحفيين، لديكم أجهزة موبايلات فيها كاميرات، يمكنكم أن تصوروا ما يحدث وترسلوه للبغدادية عبر خدمة البغدادية، أنت ونحن سنعمل على عرض ما تصورونه وعلى عرض كل انتهاك يتم تجاهكم. التي صارت وقت معين وخدمت من هذا المكان بعد مطالبتك.